تهجنا وعلى دنيا الأمان. إنما الأعمار تفنى، إنما الأعمار تفنى، استعن بالله واصبر، كن إلى الطاعة مسفر، ومن الإحسان تقدر ترتجي الرحمن حسنا، ترتجي الرحمن حسنا. صادق العزم تبادر، أنت في أبهى المناظر، منك ينبوع المشاعر بين إحساس ومعنى، بين إحساس ومعنى. اصنع المعروف واكسب، قل مدى الأيام يا رب، منتهى الغايات مطلب، في رياض الخلد سكنا، في رياض الخلد سكنا، في رياض الخلد سكنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الإنسان عندما يتمعن في المناسبات الإسلامية التي جعلها الله في حياة الناس يجد أنها مرتبطة بالأشهر القمرية، فشهر رمضان شهر قمري، عيد الفطر وعيد الأضحى مناسبات متعلقة بالأيام القمرية، وهكذا ما يتعلق بجميع المناسبات والتواريخ الإسلامية. إذا نظرت مثلا إلى أحكام الإحداد أو أحكام العدة أو ما يتعلق بغيرها من الأحكام، صدقة الفطر، تجد أنها مرتبطة بالتواريخ القمرية. وقد نص الله جل وعلا على اعتماد التاريخ القمري في عدد من الآيات، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وكما في قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. ومنها قوله جل وعلا: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب. وقول: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. ولذلك فإن الإنسان المسلم ينبغي به أن يهتم بالتواريخ القمرية لتعلق الأحكام الشرعية بها. انظر مثلا في ما يتعلق بحكم الزكاة، حيث إن الزكاة تجب في الحول مرة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحول يراد به الحول القمري لا الحول الشمسي. صحيح أن البرودة والحرارة وأشهر الصيف والشتاء تعرف بالتواريخ الشمسية، لكن هذه الأمور معروفة محسوسة، لا يحتاج الإنسان إلى ربط مواعيده بها. قد يقول بعض الناس بأن التواريخ الشمسية منضبطة، ولكن أيضا التواريخ القمرية منضبطة، فهي في الغالب معروفة الحدود والمعالم. وهذه التواريخ صحيح أنه هناك أشهر ناقصة تكون 29 يوما، وهناك أشهر تكون تامة 30 يوما، ولكنها متقاربة. وفي الغالب أن الحسابات الفلكية المتعلقة بسير القمر تستكشف مسير القمر وتعرف بداية الأشهر ونهايتها. ولذا فإن ارتباط الإنسان بالتاريخ القمري وجعله التاريخ القمري معه في حياته، يعرف أيام البيض
متى تكون حتى يصومها، يعرف يوم عاشوراء، يوم عرفة، يوم بقية الأيام التي فيها مواسم طاعات، حتى تكون من أسباب رضا الله جل وعلا عنه. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خالد الأفعال تبنى، وزروع الخير تجنى، وعلى دنيا الأمان إنما الأعمار تفنى، إنما الأعمار تفنى. استعن بالله واصبر، كن إلى الطاعة مسفر، ومن الإحسان تقدر، ترتجي الرحمن حسنا، ترتجي الرحمن حسنا. صادق العزم تبادر، أنت في أبهى المناظر، منك ينبوع المشاعر بين إحساس ومعنى، بين إحساس ومعنى. اصنع المعروف واكسب، قل مدى الأيام يا رب، منتهى الغايات مطلب، في رياض الخلد سكناك.